وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء زر حثيثا يا راكبا شد قمية زر حسينا في كربلاء العلي فإذا لمعت نار طور فاخلع فثم الحظيرة القدسية. وين المشتاقين للزيارة؟ ثم اغتسل في الفرات والبس قميص الحزن وانثر دموعك الدموية ثم امشي هونا وقصر الماشي فبكل خطوة حجة وعمرة نبوية. هذا البيت يسوي بيك بعد فإذا جئت الضريح فسلم. يا الله إن شاء الله تكتب لكم زيارة بدموعكم. فإذا جئت الضريح فسلم ثم زره الزيارة الوارثية ثم ادعو وابكي فالدعاء مستجاب عند القبة الحائرية. هذا البيت عليكم. ثم قال حبيبي حسين يلا عيد وياي ها. ثم قال حبيبي حبيبي نور عيني يا مهجة المختار والبتول الزكية أنا أدعو لا تجيب
هو أنا بعد رفع الرأس فوق السمرية بعد أنا أدعوك لا تجيب وأنا بعد رض الصدر بالأعوجي وصيا يلتزور حسين من توصل لعد قبره على الشباك حط ايده والله بحرق قلبنا يا ابو علي والله بحرق قلبي حسين حط ايدك على الشباك وبكي واسجب العبره ومن توصل حرم لحسين اول اوقف ببابه المشتاق للزياره ينعرف من بكي ما تريدوا تروحون بالاربعين زوار يا ولا اتريدوا تروحون مشايه يسجلكم من توصل حرم لحسين اول اوقف ببابه وقبل ما تدخل استاذن وخلي الدمع سجابه ولا تمشي يا هزاير حتى تقبل اعتابه وتهمل دمعة الأحزان لما قبره تنظره يا زاير قصر الخطوة لما قبره توصله اللي بيروح زيارة ياخذ مني هالوصية ولا ينساني إذا وصل بهالبيت هذا ومن تمسك الشباك عني حبه قبله جايتك الأبيات موجعة تراها أسلم على الذبيح حسين وانت دمعك تهلا وتصور واقف انت هناك مكان الطاح عن مهرة تصور بالشمس لحسين اذا رحتون كربلة ها طايح عالتروب خده ينادي القوم انا عطشان ويقسم بالمصطفى جده اقول ابو علي ويجي له سهم المثلث ويوقع له وسط شبده وعلى وجهه دماه تسيل ومن ندمومه متفجره يعذرني الحجة تعذروني أيها المؤمنون أستاذنا العزيز يعذرنا الرادون شنو بعد ولي ولي تالي روح للمنحى تندلون وينه وصب دموع حمالة واذكر مهجة المختار يعالج موتة بحالة أقرأ تتحملوه أيام عاشور هذه تالي روح للمنحار وصب دموع حماله واذكر مهجة المختار يعالج موتة بحاله بق فوق الترب مرمي شمر داي الصدر بنعاله اسمع
اسمع ماسك شيبة بإيده وبسيفة يحزن أحرى أين الصارخون؟ بعد باقي عندي بيتين اسمعهم. وطلع من ضريح حسين، أريد أسمعها منكم ها. وانت ترطم على الراس تالي روح يا الزاير، واقصد مشهد العباس وقل له يا القمر تدري أخيك بالخيول وهذا البيت لأخواتنا الباكيات اللي ما دب دمعة بهذا البيت بل تتي ذبها. لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنا. شنو اللي جرحه؟ جاوبوني للجواب منكم، شنو اللي جرح العباس؟ يسمعها سمعها، شنو اللي جرح ابو فاضل؟ وانت ما تجرحك زينا. لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنا وتحكي له عن زينب ضربوها بني سفيان. تدري بالعزيز عليه زينب تدخل بديوان، بيا حالة حسرة وبحلقها حبار مع الأيتام متحيرة. تستاهل مني هذا البيت، الله يقضي حاجتك إن شاء الله. بيط وجه قبال الحسين قل له يا عباس حرقوا بيوتي بيوتي بيوتي، شافوا مشيتي واسمعوا صوتي. الأمر والمرجع لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة. والناس أجمعين والعاقبة. والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا مع المتقين يا الله. ورد في الرواية عن إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من زار الحسين في قبره فكأنما زار الله في عرشه. كلامنا وانطلاقا من هذه الرواية المباركة يدور حول بعض المضامين التي أعطاها الأئمة لزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
وقد ذكرنا في الليالي الماضية وبالأخص في الليلتين الأوليتين شعيرة الجزع على الحسين بالإضافة إلى شعيرة البكاء على الحسين سلام الله عليه. من الشعائر الهامة أيضا التي تأتي في طليعة الشعائر لعله بعد البكاء هي شعيرة الزيارة، إذ ورد التأكيد من أهل البيت عليهم السلام على أهمية إتيان قبر الإمام الحسين سلام الله وزيارته في مختلف الظروف، بل عدوا استثناء للإمام الحسين سلام الله أن الزيارة في الخطر لأي مقام لعلها ترفع إلا زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى مع توقع الخطر والأذى لا تترك بأي شكل من الأشكال. بل عندنا في الرواية من ترك زيارة الإمام الحسين وهو مستطيع وهو يدعي أنه لنا موالي، نظمون الرواية، إن كان من أهل الجنة كان من ضيفانها. ما معنى ضيفانها؟ يعني أنه لا يتملك شيئا في الجنة، ينزل ضيفا عند أهل الجنة. بعد هالكلام أشير إلى ثلاثة عناوين. العنوان الأول زيارة الإمام الحسين زيارة عرش الله. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة تكررت كثيرا في روايات أهل البيت. الإمام يقول لبشير الدهان: أبلغ مقالتي هذه لمن يتحملها، من زار قبر جدي الحسين يوم عرفة كان كمن زار الله في عرشه. ما هو المعنى الذي تشير إليه الرواية؟ أن زيارة قبر الحسين زيارة لعرش الله. لفهم المطلب نحتاج إلى مقدمتين. الأولى: ما معنى الزيارة وكيف تتحقق؟ الزيارة معناها القرب المكاني من المزور، ولا تتحقق فقط بالقرب المكاني، بل تتحقق بالقاصد وتتحقق بمحبة المزور. يعني لابد أن تكون قريبا من المزور وأن تقصد زيارته وأن تحب، وغرضك إظهار ذلك الحب. وإطلاق الزيارة من بعد بعنوان الزيارة إنما هو من باب التوسع كما يقول. فإذا تحقق الزيارة بهذه الأشياء الثلاثة. المقدمة الثانية: ما معنى العارش؟ العارش هو أبعد نقطة لعله في السماء كما يتقى. عندنا في السماء منطقتان مقدستان، الأولى هي البيت، هو البيت المعمور موجود في السماء الرابعة، والثاني وهو العارش موجود في السماء السابعة. العارش في السماء السابعة،
البيت المعمور في السماء الرابعة، الكعبة المشرفة في الأرض. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أن الكعبة والبيت المعمور والعرش على استقامة واحدة، بحيث لو ألقي حجر من العرش سقط في البيت المعمور، ولو ألقي من البيت المعمور سقط على الكعبة. استقامة. وما هو العرش؟ قلت أن العرش هو أعلى نقاط القرب المعنوي، تلك النقطة التي وصلها رسول الله. صلى الله عليه وآله، فكان قاب قوسين ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. وإنما العرش، يقول الإمام الصادق، أضافه الله له تعظيما لله وإكراما لله، أي أن هذه الإضافة إنما هي إضافة تشريفية كما يقولون، لا إضافة حقيقية. شلون؟ أنا لما أقول لك يدي أضيف اليد إلي، إضافة حقيقية، هذه اليد الآلة وهذا العضو. بيتي أي البيت الذي أنا أسكن فيه، لكن عندما نضيف البيت إلى الله أقول بيت الله، هل هذه الإضافة إضافة حقيقية؟ أقول لك لا، إضافة تشريفية، لأن المسجد البيت الذي يعبد فيه الله، فعبر عن بيت الله، يعبر عن عيسى بروح الله، يعبر عن. فكذلك العرش إنما إضافته إضافة تشريفية لله. من خلال هاتين المقدمتين يتضح لنا أن من زار الحسين في قبره فكأنما زار الله في عرشه. بمعنى ماذا؟ أي الذي يزور الحسين قد وصل إلى أعلى مراتب القرب المعنوي من الله جل وعلا. يصل إلى تلك المراتب العالية ببركة زيارته للإمام الحسين. وتدرون ما حقيقة العرش؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل أين جدك الحسين؟ يقول أما مدفنه فبكربلاء، وأما روحه على يمين العرش ينظر إلى زواره وينظر إلى الباكين عليه. يعني الحمد لله، وإن شاء الله أن مجلسنا هذا تحت نظر أبي عبد الله. فإذا هذا المعنى الأول أو العنوان الأول وبين. العنوان الثاني وهو تجلي الله لزوار الإمام الحسين. ما معنى هذا التجلي؟ الرواية تقول إن الله يتجلى لزوار الحسين في يوم عرفة قبل أن يتجلى للحجاج في الموقف في عرفة. ما معنى التجلي؟ اللغويون يقولون أن التجلي هو الظهور، والله يقول في القرآن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى. هذا التجلي ما معناه؟ هل معناه الظهور إذا أضيف إلى الله؟ لك لا، تجلى بمعنى ظهر بأحد صفاته، تجليه ظهوره بأحد صفاته، تجلى لموسى بالكمال، تجليه لزوار الحسين بظهور أحد صفاته وهي الرحمة والاستجابة. والرواية نفسها تبين ذلك، يقول الإمام الصادق إن الله يتجلى لزوار الحسين يوم عرفة ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفع لهم مسائلهم. وفي الرواية إن الله يتجلى لزوار الحسين يوم عرفة ويقول لهم استأنفوا العمل فقد غفرت لكم ذنوبكم.
تجليه بمعنى ظهوره بأحد صفاته. سؤال: لماذا يكون تجلي الله للزائرين قبل الحجاج؟ في معرض الجواب أجوبة عديدة، ولكن من أهمها أن لولا الحسين سلام الله عليه ما كان حج، ما دام حج ولا صلاة ولا نسك. احنا نعتقد أن الإسلام محمدي الوجود، حسيني ماذا؟ البقاء. يعني لولا الحسين يبقى دين؟ لولا تضحياته؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف. ولعلي ذكرت لكم في الأعوام الماضية أن أحد العلماء كانت عنده عادة قبل أن يحرم للصلاة، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يلتفت ناحية كربلاء، وأنا أرى بعض المؤمنين يعمل هذه العادة، يلتفت ناحية كربلاء ويقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، يسلم على الإمام الحسين قبل أن يكبر للصلاة. وهو عالم، عندما سئل قال لهم: لأني لولا الحسين لم أقم الصلاة. لذلك نحن ممتنين للحسين لأنه هو الذي هدانا في الرواية في الزيارة: واستنقذ عبادك من الضلال. فهذا العنوان الثاني. العنوان الثالث: وصلوا على محمد وآل محمد. حول عناية واهتمام الملائكة بزوار الإمام الحسين سلام الله. يلاحظ أن الروايات أعطتنا علاقة للملائكة بالإمام الحسين سلام الله، وأن هناك ملائكة لهم تعهد بقبر الإمام الحسين، وأن هناك كل يوم الملائكة تستأذن من الله لتزور قبر الإمام الحسين، وينزلون في كل يوم أفواج حتى يزوروا قبر سيد الشهداء. أذكر لك أربعة مظاهر وأقرأ لك وأختم بهذه النقطة: الروايات التي تكلمت عن عناية الملائكة ليس بقبر الحسين بل بزائر الإمام الحسين سلام الله، وهي مظاهر كثيرة، لكن أركز على أربعة منها حتى نعيش حالة الشوق الدائم لزيارة الإمام الحسين سلام الله. أقرأها لك نصا. أول مظهر من مظاهر عناية الملائكة بزوار الحسين أن الملائكة تعتني بالزائر من أول ما يخرج من بيته قاصدا إلى كربلاء، من أول ما يخرج. شبع الرواية شو تقول؟ الإمام يقول للمفضل: ألا أبشرك، ألا أفرحك ببعض ثوابه؟ قلت: بلى، جعلت فداك. قال: إن الرجل منكم، اسمعوا حتى تعلموا في مجلس من نحن جلوس، ليأخذ في جهازه ويتهيأ لزيارته، فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من منزله راكبا أو ماشيا وكل الله به 4000 ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يأتي قبر الحسين. 4000 ملك معه يصلون عليه ويستغفر إلى أن يصل إلى قبر الحسين. أي كرامة تلك، أي ثواب هذا. المظهر الثاني أن الملائكة
دائما ما يشتغل بالدعاء والاستغفار لزوار قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول الإمام أيضا عن المفضل: إن الله عز وجل وكل بالحسين ملكا في 4000 ملك يبكون ويستغفرون لزواره ويدعون له، يستغفرون للزائر ويدعون له. المظهر الثالث أن الملائكة مو بس تستغفر لك، مو بس أنها تدعو لك وتصلي عليك، بل أن الملائكة تأخذ البركة منك يا زائر الحسين. كأني والله بالملائكة قد ازدحم المؤمنين على قبر الحسين. قال: قلت له فيتراءون له. قال: هيهات، بشوفهم هيهات، قد لزموا والله، شوف مع، قد لزموا والله المؤمنين حتى أنهم يمسحوا وجوههم بأيديهم. انظر إلى هذه العظمات التي ضمنها أهل البيت لمن يأتي الإمام الحسين. الإمام يقول لسدير: أتزور الحسين كل يوم؟ قال: لا. قال: كل جمعة؟ قال: لا. قال: كل شهر؟ قال: لا. قال: كل سنة؟ قال: قد يكون ذلك. قال: ما أجفاكم إلى قبر جدي الحسين؟ أما تعلم إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين يصلون ويدعون ويهبون ذلك لزوار الحسين. أسأل الله لي ولكم التوفيق إلى تلك التربة الطاهرة. ذاك الرجل كان في كل ليلة جمعة يزور الإمام الحسين، أسبوع من الأسابيع ما استطاع أن يزوره، وليلة الجمعة زيارتها عظيمة. الأسبوع اللي بعد جاء وقصد إلى كربلاء، هومت عيناه بالنوم، رأى في الرؤيا الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام قال له: لما جفوتنا؟ أنت كل يوم تجي تزورنا، ليش جفوتنا؟ أخبره بعذره، ثم قال له: أبا عبد الله، عندي سؤال. قال: ما هو؟ قال: لقد ورد عنك في الروايات والخطباء ينقلون أن من زارك تزوره، الذي يأتي لزيارتك تزوره في القبر. قال: نعم، اسمع، من زارني زرته، ولو رأيت زائري في النار لأخرجته وأدخلته الجنة. لك البشارة بالقبر يا زائر حسين، يزورك بقبرك لكن بلا راس، يجي لك بقبرك والنحر تتساطع انواره ويقول: ربحت يا المحب ذيك التجارة. من الان قول الزيارة: من زارني بقبري ارد ليه. شوفوا شلون يجي بن فايز الله يرحمه يخاطب كربلة، يقول: إلها نلت الفخر يا كربلة، دون البلادين دون الأراضين نلت الفخر يا غادرية، بذبحت تعنالك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار؟ قالوا: الغاضري. وين بتروح؟ قال: للحسين. وشلون أبو علي سير إلى ذيك البقعة؟ تقول الروايات: عندما وصل خبر مسلم خطب الإمام الحسين، جماعة كانوا وياه، فالبعض انصرف لما درى أن ما كل القاتل، البعض انصرف عن الحسين. زينب عندما رأت انصراف البعض عن الحسين قالت: أخي عباس إلي إلي. جاء العباس: ماذا عندك مولاتي؟ قالت له: أبا الفاضل،
أنت وبنو هاشم صيروا كالحلقة حول الحسين لكي لا يشعر بالوحدة. خلوكم وياه، خلوكم بصفة. صاحت بكافلها شديد العزم والبار، شمر ردانك وانشر البيرق. لا لا ما باقي على سابع إلا ليلة، يلا ها. صاحت بكافلها شديد العزم والباس، شمر ردانك وانشر البيرق. يا عباس جني أعاينها مصيبة شيء الراس، ما ظنت نرجع بسلامتنا المدين. لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف. زينب بس طلبي من الله يسلم لي كلكم، بس طلبي من الله يسلم لي. ان شاء الله تشوف العباس سالمة، ان شاء الله الجفوف تسلم ولا تنسبي زينب، ان شاء الله الجفوف تسلم ولا تدخل في وسط المجالس. وزينب اهل لوجدك يا زينب. واذ بالامام يسير، واذ به قال لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لولده لما حولكت أبا؟ قال إني أرى القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي بالموت، وقعنا عليه أو وقع الموت. شوية واحد أصحاب الحسين قال الله أكبر، قيل لما كبرت؟ قال إني أرى نخلا وأظن وصلنا العراق. قال أصحابي أمعنوا النظر، أمعنوا النظر، وإذ به لمعون السيوف وبريق الأسنة. قال ميلوا بنا إلى ذي حسن، حتى جاء الحر وأصحابه عطاشا. شوف إمامك شقد كريم يتكرم عليك الليلة. قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. وإذ بعلي الأكبر صار يسقي العطاشا، وهو الذي سيأتي أباه يوم عاشورا ويقول له يا بويا شربة مية. والعباس يسقي الماء، وهو الذي سيقول يا نفس من بعد الحسين. هنا ما بتبكي، هنا بلتتها. وإذ بأبي الحتوف ابن الطعان جاء عطشانا، جاء أبو عبد الله أعطى القربة مو قادر يشرب. قال له أنا خراوية، قال له إحنا في السقاء. الله الله. وإذ بأبي عبد الله أخذ القربة وصار يسقيه بيده. الله يا أبو علي الله. خليني أذكر لك موقف لهذا اللعين. تقول يقول أحدهم سمعت الحسين يتمتم يوم عاشوراء. ماذا يقول؟ يقول أدنوت أذني وهو يقول وحق جدي. يقول رحت جبت الماي أردت أن أوصله للحسين. وإذ بأبي الحتوف مانعني، وين بتروح؟ قلت رايح أسقي الحسين. قال دعه يموت عطشا. قل لأبا عبد الله تسقي عدوك لا تنسانا بذاك اليوم. يقول الإمام الصادق يحضر جدي الحسين يوم القيامة ورأسه بين يديه وهو يقول إلهي شيعتي شيعتي. ثم صلى، قال الحسين صلي يا حر بأصحابك وأنا أصلي بأصحابي. قال لا نصلي إلا بصلاتك يا ابن بنت رسول الله. صلى الحسين خطب فيهم
قال هذه كتبكم، هذه رسائلكم. قال للحر أنا لست ممن كاتبك. ثم أن الحسين أمر المحامل أن تجهز، وإذ بالحر وأصحابه طوقوا محامل الحسين، صاروا يضربون الناقة على وجهها، فتروعت قلوب الفاطمية، اتروع قلب زينب. اسمع اسمع، فقالت سكينة أخي علي إلي إلي. إيش عندك يا سكينة؟ قالت أخي قل لأبي يلين معهم في الكلام لكي لا يقتل ونسمى من بعده. لاحقة على السبي يا سكينة لاحقة. ولي. ثم قال الحسين ثقلتك أمك يا حور، يعني فقدتك أمك. قال لو قالها غيره لما عدوت أمه عن الذاك، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء. هذا واحد يقدر الزهراء. وأكو شيء ثاني شنو؟ خل أقرأ بيت وأعود. بانت أناملها وأخذ صوته وضربها وحط قوته على الباب يا شيعة وعصرها. من زمان ما بكينا عليك أم الحسن. قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي يا من لذت خلف الباب، عصرني والدليل انصار. شقول أمك الزهرة شقول؟ أبا عبد الله أسلك طريقا لا يرجعك إلى المدينة ولا يأخذك إلى الكوفة. قال أصحابي من يدل الطريق على غير الجاد؟ قال الطرماح بن عدي أنا يا أبا عبد الله، ولكن عندي شيء. ما هو؟ قال أريد أن أمسك زمام ناقة زينب. أبو فاضل ترضى لي يمسك زمام الناقة؟ فاضل قال لا أقبل حتى أمسك معه الزمام أنا وياه. يلا زينب مرتاعة والبنات مرتاعات، يلا وياي. ها يا ناقتي لا تجزعي وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير السافر آل رسول الله آل الفاخر. يلا شيل ايدك اذا عندك مريض ومحتاج ادعو. يا مالك النفع مع أيد حسينا سيده في الناس على اللعينين سليل يصاق لانت ظهور النياق امتدت خطواتها وإذ بالهاتف من السماء يا زينب الطهر وبين ايش عندك ألا استعد لصياط الزين. عيد عيد برحمة والديك يا زينب الطهر.
ألا استعد للصيام بينما الصبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحتل، ساعة إذ وقف المهر الذي، أصحابي ماذا تسمى هذه الأرض؟ قالوا الغاضريان. هل لها اسم غير هذا؟ قال نينوى. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا العاقرة. قال أعوذ بالله من العاقرة. هل لها اسم غير هذا؟ سكتوا بأجمعهم، ثم تنفسوا الصعداء وقالوا هذا. قل له وصلني كربلاء. هذا فقال كرب وبلا حطوا ولا ترحلوا. يلا كل عبارة أقولها تقول يا حسين. هنا تذبح رجالنا، يا هنا تحرق خيامنا، هنا يذبح العباس، هنا يذبح الرضيع، هنا يصيبني الحجار، هنا يصيبني المثلث، هنا يصعد شمر على صدري. بعد باقي صرخة عليكم. هنا تسبى زينب، هنا تضرب زينب، هنا تحرق خيام زينب. وزينب على الناقة، جاء العباس قال أختا لقد وصلنا كربلاء، انزلي. تقول الرواية نزلت من على الناقة، أول ما وضعت قدمها على أرض كربلاء خفق قلبها وصاحت ثلاثا: حسين. جاء لها الإمام مسرعا. الآن خطيب ثاني راح يقرأ لك. منه الخطيب؟ أمير المؤمنين. قال لها زينب: اجلسي لأحدثك بحديث. قال: اعلمي ونحن راجعين من صفين مررنا على هذه الأرض، فنام أبي علي في حجر أخي الحسن، ثم انتبه مذعورا وهو ينادي: صبرا صبرا يا حسين. يقول قال للحسن: شنو أبا؟ قال له: لقد رأيت هذا الوادي بحرا من الدم، وأخوك الحسين يغرق فيه. أولى كبار عثرا مطرح يا اخت عيونك تشوف، وجاسم عثر مرمي بدال العرس والحب، واخوك على النهار نايم يما مقطعت، وعبد الله الطفل يا اختي ابدا من احره مطوقين يا اختي، وسهم المثلث ابدا اللالي تشق يا اختي، الشمر لا شفتي بعد ولا شو يسوي. تراه يقطع بنحري ويتربع على وانا قايل لك اختم لك بزينب. نزلت بكل جلاله بكل هيبه
لكن أسألك شلون طلعت من كربلاء زينب؟ لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة. أنا ما خذتني حسين تقعد وشوف الشمس. أقول يا أبو فاضل سطع علمتني تلو ساطع علام تونيت الأرض. إن شاء الله الليلة المقبلة سبع الا ربع قراءة دعاكم يكمل مع أخونا وإن شاء الله